فمن قال سبحان الله 100 مرة كتبت له 1000 حسنة أو حطت عنه 1000 خطيئة، رواه مسلم. وكلمات من الأذكار تغفر الذنوب، فمن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، متفق عليه. وشرع الله أفعالًا غير مقيدةٍ بزمنٍ تُغفَر بها الذنوب، فالعمرة إلى العمرة كفارةٌ لما بينهما، والإحسان إلى الخلق يحطُّ الخطايا، فبينما كلبٌ يُطيفُ بركيةٍ كاد يقتله العطش، إذ رأته بغيٌّ من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فسقته فغفر لها به، متفق عليه. والعفو والصفح يغفر الذنوب، قال سبحانه: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وتكرم الله على عباده بمغفرة ذنوب مجالسهم بأقوال يسيرة يقولونها بعد انصرافهم منه، قال عليه الصلاة والسلام: من جلس في مجلسٍ كثُر فيه لغطُه ثم قال قبل أن يقوم: سبحانك ربَّنا وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفِرُك وأتوبُ إليك، غُفِرَ له ما كان في مجلسِه ذلك، رواه النسائي. والطعامُ مُتعةٌ وقوَّةٌ للأبدان، وإذا شكر المسلم ربه عليه غفرت ذنوبه، قال عليه الصلاة والسلام: من أكل طعاماً ثم قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه أبو داود. وإن أصاب الجسد مشقة أو جهد أو شيك بشوكة أو نحوها كانت حطًّا لمعاصيه، قال عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، متفق عليه. والمرض كفارة للمريض، قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يصيبه أذًى مرض فما سواه إلا حط الله له سيئاته كما تحط الشجرة ورقها، متفق عليه. ومجالس الذكر تحط الأوزار، قال عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكةً يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قومًا يذكرون الله تنادوا: هلُمُّوا إلى حاجتكم، قال: فيحُفُّونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، قال: فيسألهم ربُّهم وهو أعلم بهم: ما يقول عبادي؟ قال: يقولون: يسبِّحونك ويُكبِّرونك ويحمدونك ويُمجِّدونك، ثم يقول الرب: أُشهِدُكم أني قد غفرتُ لهم، متفق عليه. والدعاء الصادق سبب مغفرة الذنوب، قال الرب عز وجل: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعًا فاستغفروني أغفر لكم، رواه مسلم. والثلث الأخير من كل ليلة مظنة غفران الذنوب، إذ ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول: من يستغفرني فأغفر له، متفق عليه. وما دعا سبحانه عباده ليستغفروه إلا ليغفر لهم. والتوبة تمحو جميع الذنوب الشرك فما دونه، وليس شيء سببًا لغفران جميع الذنوب سواها، قال سبحانه: إن الله يغفر الذنوب جميعًا. وخير أيام العمر يوم التوبة، قال عليه الصلاة والسلام لكعب
لما نزلت توبته: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. رواه مسلم. بل إن العبد إن تاب لم يؤاخذ بجريرة ذنبه. قال عليه الصلاة والسلام: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم. قال ابن أبي العز رحمه الله: وكون التوبة سببًا لغفران الذنوب وعدم المؤاخذة بها مما لا خلاف فيه بين الأمة. وبعد أيها المسلمون، فللخطيئة أثرٌ على البدن والمال والولد، والعبد بحاجةٍ إلى محو خطاياه في اليوم والليلة، والنعم تزول بالذنوب، والذنوب تحل بالنقم، والنقم تحل بالذنوب، والحجر الأسود نزل من الجنة وهو أشد بياضًا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. رواه الترمذي. والله غفور رحيم، نوع لخلقه مكفرات يطرقونها كل حين لتغفر لهم الزلات، وما تقرب أحد إليه سبحانه إلا دنا منه. والسعيد من تعرض لنفحات الله ومغفرته في يومه وليلته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا. أيها المسلمون، الذنب قبيحٌ، وأقبح منه عدم التوبة والاستغفار، ومن طرق باب التوبة وجده مفتوحا. ومن صفات الله المغفرة والعفو والستر، والله يفرح بتوبة التائب إليه ويبدل سيئاته حسنات. وترك الذنب أيسر من طلب التوبة، وقد يخفى أثر الذنب عن الخلق لكن الله يعلمه، وقد يظهر أثره على حياة العبد في شقوته وهمه وكبد حياته. ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه، فقال في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اصرف عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احقن دماءهم، واحفظ أعراضهم وأموالهم، اللهم اصرف عنهم شر شرارهم وكيد فجارهم، ووحد كلمتهم على الحق والتقوى والتوحيد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد الإسلام أو المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، وألقِ الرعب في قلبه، ودمِّره تدميرًا يا قوي يا عزيز. اللهم وفِّق إمامنا لهداك، ومُنَّ عليه بالعافية والشفاء يا رب العالمين، ووفِّق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.